لم يمر وقت طويل على إعلان القائد العام للقوات المسلحة العراقية من أن قوته استعادت السيطرة على مصفاة بيجي النفطية، حتى بدأت الأنباء تتوالى من أن مقاتلي تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام يحاصرون مصفاة التي تبعد بنحو 250 كيلومترا شمال العاصمة بغداد. مصفاة بيجي تحولت لساحة معارك بين الجيش المالكي ومقاتلي تنظيم داعش، وتم إخلاء نحو 300 عامل منها. في هذه الأثناء تقاطر الآلاف من العراقيين الشيعة على مقر قيادة الشرطة بالعاصمة بغداد للتدرب على استعمال السلاح لمقاتلة من وصفتهم المرجعية الشيعية بالإرهابيين، وبعد أن يتم تسجيلهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم يتم تسليحهم لينضموا إلى الجيش العراقي. وجهت اليوم أتدرب مع السرايا عاشوراء تلبية لنداء المرجعية، وعلى رأسهم السيد علي السيستاني، وسوف نؤدي الأمانة ونكون خدام للشعب العراقي وكافة مكونات الشعب. مصادر رسمية عراقية ذكرت أن أكثر من 2 مليون متطوع خلال الأسبوع الحالي لبوا تلبية آية الله السيستاني لحمل السلاح. مراكز تدريب المتطوعين فتحت بمدينة البصرة جنوب البلاد.